المسؤولية لأنك عفيت عنهم، عفيت عنهم، ما حاسبتهمش. استمعت لوصابة الجزيرة قطر، وإحنا كلمنا السفير القطري، أنا من دخل السفير القطري وقلت له لما قال إحنا بنسعى الوساطات، قلت له كانوا وساطاتكم أخرجتوا العملاء والخونة. اسمعني يا سيادة الرئيس، اسمعني. سمع. قلنا له، قلنا للسفير القطري، قلنا أنت السبب في المجزرة الذي حصلت في ساحة الجامعة. القناصات الذي تقنصوا يا سيادة الرئيس كانوا يأتوا مثل الجيش. القناصة، القناصة يا سيادة الرئيس، كلكم مستشهدوا عليكم في حرب الحوثي على ماشي 94 ولا لا؟ أن كانوا يجوا مصلوبين الجيش في الرأس وفي الصدر وفي الرقبة، هذا الذي توسطت لهم قطر، وعد قطر بتتوسط لدخول 16,000 سلاح، يعني اغتيالات. اش بتقول؟ قلت اتسلم السلطة إراقة الدماء، اسلمهم عيب على ذينا مجازر، هذا لا مجرمين، هذا أعطاء الله، زي ما سلموا صعداء الآن بيفعلوا في صعداء مجازر يا فندم. بالوطنيين والأوفياء، أنتم شركاً معك وطنيين، يفعلوا فينا، يفعلوا إبادة، إبادة للشعب. لذلك نحن نحمل لك المسؤولية. ما هوش الحل في تنازلك للسلطة، الحل في إنك تحاسبهم. هذا لا قتلة، مجرمين، نحاب أراضي، كلهم معروفين يا أخي. من هم؟ خرجنا نكسكس شعرنا ونحرك ستائرنا لأجلك، لا تخون الشعب، لا تتنازل. إذا سار علي عبد الله صالح وما يبقى فيكم واحد، قد مراسل لكم في القائمة السوداء، وعايكم يجوا يجفوا بيتكم بكله، اوقعوا فوقوا اجمعوا احساسكم، كافي لكم نوم، لا هي عصورة اقدين، كافي تقاري وهمية. اهنتنا بتنازلاتك، اهنتنا بكيتنا في كل بيت، حرام عليك. اتق الله فينا، اتق الله في الشعب الذي ادى صوته لك. هاكم هم اضرب بيت من حديد، والله ما انت مسؤول. انا امهات الشهداء، انت تعرف منطقة آنسة أكثر من قدم الشهداء، وكانوا يجوا في صار في حرب صعبة قوافل، ومنهم الشيء الحفظ الله جبهة وغيره وغيره، وانت عارف كتائب على ما هي. ما صورناهم شو عرضناهم في الجزيرة، ولا قلنا يا غارته كونوهم، كانوا تدفن الشايد والناس ساكتين. احنا نطالبك بدم هذا الشهداء، حاكمهم، حاكم عبد الملك الحوثي، حاكم القتلة هذا، لا حاكمهم. وانت يا فندم كنت تدفن شهداء انا في ليلة ظلم سكتة، وانت مقبول ودمعتك بتقطر دم، احنا دارين ودموع الامهات بتقطر دم. اليوم الايتام بيقولوا لك طالبونا بمحاكمة حق 41 شهيد، احنا نطالبك بعشرات الالاف من الشهداء في 94 وفي حرب صعدة، والان الذي بيقتلوا في صعدة بالاسر، بالاسر الان الحوثي بيفعلوا الالغام، البيوت بينفسها بالاطفال بالكل، هذا من اي حاكمهم؟ من اي حاكم؟ من المسؤول عنهم؟ اضرب بيد من حديد، اضرب بيد من حديد، لا تخافش منهم، لا على الله ابوهم يصيروا مليون اثنين ثلاثة، طز طز. انا اكرر اسألك بالله وبكتاب الله وبجاء الله عندك، اذا فلت الشعب هذا او تنازلت عنه كافي لنا قلق. احنا بنركض احنا قلقين ونكون هنا قلقين، لا تفلتناش، لا تفلتناش، لكن لا تفلتناش. سيد الرئيس.